السلام عليكم ورحمة الله. تحية خالص للشعب السوداني ولثورته المجيدة، مترحم على الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى المصابين. أنا فيديو طلعته عشان دار أوضح نقاط معينة أو في رسائل أرسلها. الرسالة الأولى برسلها لغاية ميليشيا الدعم السريع حميتي. أنا النقيب محمد سليمان بابكر، معروف للشباب الثوري وللثوار ومواقفنا مع الثورة. بدعوك لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني، لأنه هو الجيش الشرعي للشعب السوداني. غير القوات الشعب المسلحة ما في قوات ندمجها بعد ناهلة مدربة ومحصة كويس، نغير عقيدتها القتالية من عقيدة المال لعقيدة من أجل الوطن. ونحن ممكن بإشارة منا، إشارة واحدة مننا لجميع الشباب الثوري في السودان، بإشارة مننا واحدة، الله نكون جيش ثوري بدايته الخرطوم ونهايته في الحدود التشادية السودانية. فحفاظا، لكن حفاظا على سلمية الثورة وحفاظا على سلمية الشباب الثوري وحفاظا على الدم السوداني، نقول كفاية ما دارين نصل المرحلة دي. الرسالة الثانية بوجهها للشعب السوداني، فإنتوا عارفين إنه ما يحدث من سيناريوهات إنه دي كلها عبارة عن الثورة المضادة. أوريكم الثورة المضادة كيف. الكيزة مسيطرين سياسيا وفكريا على الدعم السريع. الشغل المخطط حاصل ده كله، والمخططات دي كلها أفكار بتاعت كيزة. حميت ده زول بتاع خلص، هاي حاجات زي دي مخطط لنا سياسيين كيزان، بالإضافة للشغل الميداني ماسكينه الضباط الكيزان المنتدبين من الجيش لجهاز الأمن. فالسيناريو إنه الكيزان قدموا كبش فداء، قدموا جزء من الكيزان كبش فداء عشان أول شيء يخضعوا الشعب السوداني، إنه يوروا إنه الجيش كله كيزان وكلام زي ده، عشان يقضوا على الجيش السوداني وضعفوا وعشان يحلوا ويفكفكوا. ثانيا خدع للإمارات والسعودية بأنه نحن قضينا على الإسلاميين، لكن الإسلاميين موجودين. ما لم يتم تفكيك الدولة العميقة وتفكيك كتائب الظل وتفكيك الأمن الشعبي وحظر التنظيم واعتباره التنظيم الأخوان المسلمين واعتباره تنظيم إرهابي، كأنه ما في أي حاجة حصلت. والاحتغالات دي كلها يومين كم أيام كده وبيفكون شغلة عشان لحل قواتكم الشعب المسلحة. فأرجو الانتباه لهذا، وأنا بتمنى إنه يكون في مليونيات لحماية قوات شعبكم المسلحة. دي كلها سيناريوهات عشان نقضوا على قوات الشعب المسلحة. بالنسبة للدعم السريع، كيزان مسيطرين عليه، بعد شوية يفكفكوا الجيش ويحلوا الجيش، حيكون الدعم السريع هي مسيطرة على البلد. بعد شوية الكيزان بعد يتمكنوا ويسيطروا على البلد فبعد شوية برهان حيقدم صغارته، حميدته حيبقى في رأس المجلس. بعدها حيصل كالآتي: الكيزان حيقوموا صفوا حميدتي وأخوانه زي ما صفوا إبراهيم شمس الدين والزبير، وبذلك يكونوا تاني رجعوا للحكم بوجه تاني. ودي الدولة العميقة وشغالة، والدولة العميقة حاليا شغالة في الاستخبارات وجهاز الأمن، تضييق الحالة الاقتصادية، رفع الأسعار بتاعت السوق، الجاز، أزمة الدقيق، الوكلاء برضو الدقيق والوغوش شغالين يبيعوا فيه في السوق الأسود خلق الأزمات. فأنا بتمنى إنه الشباب الثوري يكون قريب من الشارع. وأيضا برضو في حاجة مهمة تانية، اللي هو الشغل بتاع تأخير المفاوضات. ده كلها بسبب الدولة العميقة شغالة بتأخر المفاوضات عشان يقللوا الحماس بتاع الثورة والشباب الثوري، ويقللوا الناس تتناسى الثورة وتقلل غضب الشارع.
عشان عندهم سيناريو مخطط يهون ماشيين بيه، وحتى الاتفاقية دي كل مرة بيأخروا فيها، يعني كل مرة بيأخروا فيها عشان اللي بيحصل ده عندهم مخطط. الشيء الثاني بعد شوية يجيبوا ناس والحرية التغيير، يجيبوا ناس الحركات، حتى ولو بعد توقع الاتفاق هيعملوا مكيدة أو مخطط يمسكوا الناس دي كلها ويحتغلوهم كده، هينقلبوا ويمسكوا الدولة تانية وحيصفوا حميتين. الناس دي خطرين جدا، خطرين، أسوأ بشر في العالم. بالنسبة لأهلي ما تخاف علي، قسم بالله العظيم، لا لا لا، الوقفة اللي وقفها معي الشعب السوداني أيام قلت في المعتقل وبعد فكوني وبعد ما وقفها معي، وأنا كما استلمت التمام بتاع 3 مليون شاب ثوري ما كان طلعت الفيديو ده. فإذا حصل الله أي حاجة في خطة بديلة، خطة باء وخطة جيم، وإن شاء الله الثورة تنتصر وبلدنا تمشي لقدام ونبني الوطن اللي بنحلم به. طبعا رموز النظام السابق استغربوا فينا انه نحن الرتب الصغيره ليه وقفنا مع الثوار والثوره. هم عارفين نحن الشباب اصحاب الرتب الصغيره والشباب الثوري في الشارع ده نحن ابناء جيل واحد، نحن الجيل الراكب الراس. ركوب الراس ده مع عناد، لكن دفاع عن الحق، ما بنرضى الا بالحق. جيل بتاع بطولات، جيل بتاع تضحيات، جيل شجاع، جيل ما بخاف، جيل واعي جدا، جيل ما بيتخدع، جيل ما بيتغشى، جيل ما بيتغشى باسم الدين. فان شاء الله ما بتجينا عوجة ما دام الشعب السوداني هو مصدر قوتنا. والحمد لله عاشت الثورة المجيدة، عاشت قواتكم المسلحة. السلام عليكم ورحمة الله.